هذا هو تألق مع إسبانيول برشلونة مع الفريق الإسباني في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي. أوه ميسي ماذا يفعل؟ ميسي أوه التصويبة، صاروخ من الطفل المدلل من ليو ميسي. قلنا سيستعيد الرقم 10 في برشلونة رقم الملك بعد رحيل رونالدينيو، مرفوعة من بيتر ودي فينغوي، ثم الحوار لاكتساب الكرات. ميسي أوه في مساحة، في مساحة، إمكانية اللعب مع أنجل دي ماريا وأجيرو على القائمة الثانية. أنجل دي ماريا والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني على عكس يعني نهائي أثيمة عندما سجل كارلوس تيفيز منذ الدقيقة 17. الأرجنتين انتظرت الشوط الثاني. الأرجنتين هذه المرة 4 سنوات بعد أثينا في بيجين انتظرت الشوط الثاني. شوف الكرة الميسي يعني كان من المفروض يلعب في العمق، بينية لأنجل دي ماريا ورائعة جدا عملية اللوب، يعني رفع الكرة، يعني هذا السهل الممتنع يا جماعة الخير، يعني يقولون سهلة وليست كذلك، رفع الكرة بالحارس النيجيري أمبروزا فانزيكين وهدف الأرجنتين.